السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ جينا نحكوا على التصريحات تاع يوسف بلايلي اللي هضر على الانتقال تاعو لاسبانيا هذا العام. راهو يقول هذا العام، ويقول ان شاء الله عنده عروض. نخليكم تسمعوا واش قال. هضر تانيك على جمال بلماضي، وهضر تانيك على رياض محرز، وهضر تانيك على فلسطين اللي لازم تانيك ندخلوها في الموضوع، اللي ربي كما نقولوا ينصرهم على الظالمين. بون، نحكوا على ونحكي لكم واش من الفريق ممكن، ممكن ماشي 100%، ممكن احتمالاتي ممكن يروح ليه. اسكي يروح الفيا ريال مع عيسى مندي، ونقول لكم علاش. اولا نخليكم تسمعوا خاوتي، على بالكم حقوق البث والنشر الله غالب، لو كان دير فيديو ولا راكو تعرفوا سورتو القنوات الجزائريه يبلوكيو لك ديرك الفيديو، يشكو بك اليوتيوب كاين واحد واسمو لوبسيون يشكو بك يبلوكيو لك ديرك الفيديو. بون، ما ننساوش باللي غدوه كاين دوري ابطال اوروبا. دوك من بعد ندير لكم التشكيله ان شاء الله المتوقعه تاع مانشستر سيتي، اللي يبدا الماتش على 8 بتوقيت الجزائر و9 بتوقيت اوروبا. وان شاء الله راني فريت هالاسبوع هذا كاع، فريت كاع شغالاتي. كاين بزاف يقولوا لي راك ديرنا غير شويه لي فيديو، كثرنا راك غبت علينا هاد الايام. الله غالب كانوا عندي شغالات كنت نفري فيهم، باش كيما نقولوا اليوم نكون فاضي وغدوه نكون فاضي حتى نهار الحد، يعني من اليوم حتى نهار الحد راني فارغ شغل باش كيما نقولوا نحاولوا نغطوا تاع دوري ابطال اوروبا. درتها على البكري. بون، خليكم تسمعوا يوسف بلايلي واش قال. زعفان من انا ما وليتش نلعب باسكو يعرفني نمد للفريق الوطني وكل شيء، وان فرح لي كي وليت وكا. حتى في قبل هذا السطاج تلاقيت معاهم انه كان فرحان ويعرفني بلي في المنتخب الوطني نحط كل شيء اللي عليا باش توجور باريزون نجيب اهداف ولا نسجل. باسكو شحال مره هو يقول لي قبل المباراه يقول لي يوسف راني حاب اهداف منه. الحمد لله ربي راه موفقني دانده باش يرجع مليح وكل شيء. هذه هي جمال بلماضي، يعرف يعني تحسوا اخوكم الكبير فوالا، يعرف قيمه اللاعبين، ابيها كل لاعبين اللي يلعب اكيد في الملعب ينسير، وان خاصه من جات من عند المدرب، وان يعرف قيمه تاعي خاصه يشوفني في التدريب ويشوف شحال من المره يقول لي انت قول لي زعما انت بلاصتك في اوروبا نورمالمون تلعب. ان شاء الله راهي جايه ان شاء الله هتلعب. اسمعت واش قال لك. نبداو هان ودك يحكي لي يزيد يوضح الامور على العروض اللي جاتو من اسبانيا. بون، راكو سمعت واش قال لك على جمال بلماضي باللي يعرف قيمته. قال لك جمال بلماضي كل ماتش يجي ليا يقول لي نسحق اهداف، يعني نسحق اهداف جمال بلماضي ديرك نسحق الاهداف. وصح، يعني بدون اهداف ما تربحش، يا تعادل يا خساره. الاهداف هما قد ما تماركي بزاف قد ما مليحه بزاف. ويقول لك باللي يعرف القيمه تاعي ويعرفني بلي وحنا مام الجزائريين نعرفوا القيمه تاعك. وحتى الجزائريين قالوا لك يا بالليلي قالوا لك روح لاوروبا. على كل حال انت كنت حايب من بكري تروح لاوروبا، ولكن مكاتب والمشاكل اللي ما خلاوكش تروح نقولوا احنا مكاتب الله. ولكن مليح، شوفوا سمعت واحد التصريح تاعك عندها بزاف، غير كيما درت واحد في واحد الحصه تاع قطريه واش قلت. قلت مور لا كوب دي موند ان شاء الله نروح لاوروبا. مور لا كوب دي موند بزاف يا بالليلي، روح دوكا خير ان شاء الله فريا. علاه دوك نخليكم تسمعوا ونهضروا في الموضوع هذايا. وقال لك اللاعبين تاعنا مع جمال بلماضي شغل خونا، وثاني كيما نقولوا كي تلعب في الميدان لازم تموت داخل الستاد. راك سمعتوها بالعربيه. دوك المهم تاعي هاوليك، هذا هو المهم تاعي، اسمعوا. ان شاء الله وان الحمد لله وان راه كاين فرق باغيني في الاوروب. ان شاء الله وان خممت مليح ان شاء الله نتمنى من الفريق تاع نادي قطر ان شاء الله يعاونوني باش نروح اوروبا. باسكو راه عندي فرق حابين عليا، وان شاء الله يسهلوا لي باش نمشي لورا. ان شاء الله الدوري الاسباني ان شاء الله. تماك المدرب ما كاش باغيني، تاع لحد الان راه كاين اتصالات والرئيس راه حاب يرجعني وكاع. ان شاء الله غادي نخمم ان شاء الله، وانا ماذا بيا نروح اسبانيا ان شاء الله. غير جانب رياضي اهم، خاصه راه عندنا كاس العالم ان شاء الله، لما لا ان شاء الله بلايلي هاد العام في لورا. دوك نزيد نخليكم تسمعوا تانيك واش قال، ولكن حبيت نوقف عند هاد النقاط اللي هضرها. هضر على الفريق هذاك اللي كي سمعتوا المدرب ما كانش باغيني ورئيس النادي. على بالكم النادي اللي راح ليه في فرنسا
قال لك بصح ولكن انا راني حاب نروح لاسبانيا. اسبانيا هذه جات عروض من اسبانيا على حساب ما على بالكم، وعلى بالكم باللي بالليلي عنده بزاف مده ملي غير المناجر تاعو، راهو المناجر تاعو شركه المانيه، الماني المناجر تاعو راهو مع شركه المانيه، درنا لكم عليها فيديو صافي لونطون نهار ما بدل المناجر. راهو يقول لك شوفوا باش نميزوا بين الكلام اللي قالوا مع الاول والكلام اللي قالوا مع الثاني. قال لك جمال بلماضي قال لي لازم تروح لوروب او لا نتايا بلاستيك في لوروب. وبالليلي واش قال؟ قال ان شاء الله هذا العام، يعني ان شاء الله هذا العام، هذا العام يعني ان شاء الله الميركاتو هدايا الصيفي هدايا. وزاد قال، قال باللي راني ان شاء الله راني حايب نروح لاسبانيا، جاتني عروض بزاف وان شاء الله النادي القطري سهل عليا الامور، ونتمنوا انه النادي القطري يسهل عليك الامور، لانه انت تستاهل تلعب في اوروبا بكل صراحه. بكل صراحة انت مكانك في اوروبا، ونقول لك علاش مكانك في اوروبا. المستوى العالي، انت تلعب في الدوري الاسباني ولا تلعب في الدوري الانجليزي ولا، المستوى مختلف تماما 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 على باريزوم تلعب في السعودية ولا تلعب في قطر. نيفو مالغري انت تشوفوا باللي في كاين تنافسية في قطر ولا بصح النيفو، النيفو عالي بزاف 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 في اوروبا، اللي يخليك تتطور اكثر واكثر. يعني انت لو كنت تروح لاوروبا مع النيفو اللي راك فيه زيد تتطور، لان تدريبات مختلفه، المباريات مختلفه، تلعب ضد كيما نقولوا المدافعين، مادام انت اتاكون نقول لك المدافعين العالميين. يعني تلعب انت تروح بار اكزومبل الوسمو بار اكزومبل اسبانيا، تلعب ضد راموس، تلعب ضد واحد المدافعين، تلعب ضد يعني مدافعين عالميين اللي المستوى تاعك لازم يتطور باش تولي تعرف كيفاش تفوت هادوك المدافعين. فهمت واش حبيت نقول لك؟ وصافي بليزر، احنا صافي بليزر، عبك باللي راح تكثر عليا الخدمه، راح تعذبني بالليلي تاع واش راهم يقولون. ان شاء الله والله غير نتمناها لك من قلبي، من قلبي نتمناها لك انك تروح لاوروبا. هكذا باش نولوا نهضروا عليكم. علاش انا واحد الخطره قلت ما نهضرش على اللاعبين تاع قطر باش يشوفوا باللي الاعلام كاع او بار اكزومبل المواقع التواصل الاجتماعي تهضر غير على اللاعبين بالرحمه ادموا الناس كذا اللي راهم في لوروب. هادي نحمسهم باش كيما نقولوا علاش ما يهضروش علينا بار اكزومبل مواقع التواصل الاجتماعي. لازم نروح لاوروبا باش نروح لاوروبا، وهادي حاجه مليحه. هذا واش حبينا نقولوا، كي تروح لاوروبا نتهلا في خويا بالليلي، وعلى بالك باللي في قطر وهضرت عليك، ولكن نزيد نتهلا فيك اكثر واكثر، اللي نهضر كل ماتش اللي لعبوا نهضر عليها ان شاء الله بحول الله، ونجيب الروابط ونعطي الخاوتي واش راهم يقولوا كي تسجل شويه تطبال. زهينا زهينا نزهوك هذا ما كان. هكذا خاوتي شوفوا، نجي ممكن فيا ريال. فيا ريال في 2014 اهتمت بها. علاش قلت لكم ممكن فيا ريال؟ ماشي ممكن، يعني هل تساؤل، هل انه الدوري الاسباني شكون جاتك؟ جاتك من فيا ريال. فيا ريال تلعب دوري ابطال اوروبا، وعلى بالكم عيسى مندي راهو رايح ليها. يعني اذا رحت لفيا ما تقوليش اتليتيك مدريد خويا بالليلي، بون تستاهلها ماشي زعما عندك بلاصتك تما نورمال. ولكن حبيت نقول باللي مهما كان النادي، اذا كانت فيا ريال قمه قمه في الروعه، تلعب مع عيسى مندي في نادي واحد، هذا احتمال الى فيا ريال عودت ولات. علاش عاودت ولي فيا ريال؟ لانها راح تلعب دوري ابطال اوروبا، فتحتاج لاعبين زياده، راكو شايفين راح تنافس على البطوله الاسبانيه، الكاس الاسبانيه، فهمتوا، دوري ابطال اوروبا، راح تلعب السوبر ليغ ان شاء الله، فهمتوا، السوبر ليغ مع رياض محرز يطيحوا. هذا نتمنى لك، نتمنى لك من كل قلبي انك تروح لاوروبا، لان انت بلاستيك في اوروبا، انت لاعب. على بالك باللي الشعب الجزائري يعرفوك باللي فنان، ماشي غير جمال بلماضي، الشعب الجزائري كاع يعرفوك باللي نتايا لاعب ذو مستوى عالي، وكاع قالوها ماشي غير انا، كاع المواقع التواصل الاجتماعي كانوا يقولوا لاعب ذو قيمه عالميه. يعني انت لو كان رحت بكري، بون ما نحكوش على بكري، تروح مالغري دوك تروح تزيد تطور من نفسك، وهذه تفيد المنتخب الوطني في لاكوب دي مون. نخليكم تسمعوا واش قال على رياض محرز. رياض لاعب كبير، وين هو القائد تاعنا، شفناه راه يمد مردود كبير، حنا كلاعبين نفرحوا باش يزيد يعاوننا في ليكيب ناسيونال، ونتعاونوا كاع باش نروحوا بعيد ان شاء الله. وهنأته يوسف بيان سير زميلي، وهنأته في الانستغرام ويرجع لي ان شاء الله، نتمنى ولا يسجل في الفينال وياخذ احسن لاعب ان شاء الله. ايضا ممكن ترشح رياض محرز جائزة أفضل لاعب في العالم بعد المستوى اللي شاهدناه هذا العام. بيان سير، وين سجل كثير أهداف في الشامبيونز ليغ،
ان شاء الله يسجل في فينال وبطل انجلترا وبطل انجلترا وكل شيء، ان شاء الله نتأهل لكأس العالم وياخذ احسن لاعب ان شاء الله. ان شاء الله ايضا في افريقيا مرشح فوق العاده ليكون افضل ياسر. ركزوا لي على النقطه اللي راهي جايه، ركزوا لي عليها مليح. لاعب كبير وهو اللي ياخذ احسن لاعب، منافسه مع ساديو ماني وباميونغ وصلاح قوية، منافس ممكن هذا افضل لاعب في افريقيا نورمالمون محرز ياخذها بس كذا شيء. خلو منافسة مع ساديو ماني وصلاح، قالوا هذه منافسة. اسمحوا لي خاوتي، قالوا هذه هي منافسة. يعني واش من منافسة؟ ماني وصلاح ما داين والو، رياض محرز جاي تقول لي منافسة. عجبتني الرد تاع هذاك، كان عفوي يا كان عفوي، كان الرد تاعه كان عفوي. بون راهي بالعربية ما تسحقش ترجمة، خليكم لا فلسطين لازم نهضروا عليها تانيك. يوسف الكتم لاعبين تضامن مؤخرا مع القضية الفلسطينية، حتى يعني كل جزائريين اللي تعاطفنا مع الأشقاء في غزة وفي فلسطين. أنت كلاعب جزائري مشهور، يعني كيفاش عشت هذه الأوضاع؟ ظن عشنا هذه الأوضاع كاع الشعب وكاع المسلمين، أوضاع مش مليحة، وين نشوفوا بالأعين تاعنا نشوفوا فيهم يموتوا وكل شيء. حنا شنديروا؟ ندعو لهم، نتمنوا إن شاء الله يحبسوا هذا الآخر، ورانا كاع متضامنين معاهم إن شاء الله. ان شاء الله كما يقولوا الجزائريين الشعار تاعنا، قول لهم كلمه للفلسطين، يعني فلسطين شهداء. الجمهور اللي يشاهدك، الجمهور العربي، واش تقول لهم؟ تفضل. قول لهم فلسطين شهداء ورانا كاع معاكم، حنا كجزائريين فلسطين تاني بلادنا تاني ان شاء الله. هذه ظالمه ولا مظلومه؟ ظالمه ولا مظلومه؟ خاوتي ما نطويش عليكم، ونتلاقاو ام بعد ان شاء الله في فيديوهات. اليوم راني معاكم ان شاء الله، راني فارغ شغل. ما نطويش عليكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.